الاسعار ديالنا هاد الزيتون هاد العام قليل جدا، ما كاينش، ما كيدخلش كاع السوق الجمله، مارشي كريو ما كيدخلش، وكيجي يرقدوه الناس، وحنا كنشريوه طيب، كنشريوه عند موين الماكز اللي في عين البرجا في داك الشومين الشركات، ولا ثمنها غاليه، كاين كتراوح كاين 640، وكاين الكحله ب 40 درهم 720 ريال، والحامض يعني كاين 20 درهم، والسلعه قليله بزاف جدا. شحال زادت تقريبا مقارنه مع العام؟ واه تزاد شحال، هو كيتزاد دابا، راه تزاد، تزاد على العام اللي فات راه كان رخيص، هذا العام ما كاينش. زيت العود راه كان اليوم راه كتعمل، كاين اللي كيبيعها ب 100 درهم، كاين اللي كيبيعها ب 80 درهم 90 درهم، ما كاينش هذا العام، طحنوهم. الخضر كيعمل دابا، يسون الخضر اللي تيقولوا تيعمل في العروبيه 15 درهم 20 درهم دابا ديال الشجره، عادي ترقد. هاد العام الانتاج قليل جدا، شوف الى يجيو من شي بلاصه اخرى الله اعلم. هذا السوق الكبرى 50 درهم زيتون، حنا رانا الثمن عندنا ثمن مناسب 720 و 800 الكحله هي اللي البلديه، اما الاخرى حتى هذيك اللي عاديه الروميه راه كتعمل 600 درهم، الثمنه مختلفه على حسب كل انسان وباش شرا، على حسب السيد. كاين الشيادمه قليل، كاين الصراغنه، كاين دابا كيجي من توريرت وقرسيف، هما اللي عندهم شويه الانتاج مزيان، وهادشي اللي كاين. بالنسبه للثمن هذا العام غالي، من الاول هذا العام راه غالي شويه، هو تزاد راه تقريبا شي 15 درهم. الطريق اللي كيجيو من الزيتون كيجي من نواحي الشمال ونواحي الصراغنه وبني ملال، بعض المرات كتمشي للسوق وما كتلقى ما فيهاش السلعه. الزيتون الكحله كيتباع دابا حاليا ب 700 درهم. شحال كان؟ كان 16 درهم 18 درهم باش كان. لا هذا كيتباع ب 32 درهم. كيتباع ب 32 درهم هذا الخضر هذا والحمراء. كان هو ب 15. زاد اكثر من النص. المهم السلعه اللي كانت قليله شويه كيكون شويه الثمن طلع. الثمن زاد دابا عام، هذا ماشي يلاه تزاد. دابا انت عامين دابا كاين زيتون قليل شويه. كاين الجفاف على حسب الماء. ونتمنى الخير ان شاء الله العام يكون موجود شي شويه. الثمن ديالو كيستقر شي تقريبا راه 67 استقر نفس الثمن، غير عام الاول وهذا العام كان قليل الزين قليل وانتاج قليل طلع الثمن، كان ب 28 درهم دابا ولا ب 32، والكحل بلا ب 35. السلعه كنقول لك قليله، اللي عنده شي كليان ديالو كيسير بيه، كيسير بيه عنده السلعه كيجيبها، اللي ما عندوش راه كيبقى، هادشي اللي كاين.